جديد وحلقة جديدة من تفاعلكم، نسلط فيها الضوء على أبرز المواضيع المثيرة للجدل وأبطالها. أهلا بكم. كيف صارت هاشتاج رد به أهالي غزة على فيديو روجت له حماس عن جمال القطاع؟ ظهور جزء من مقابلة فنان سعودي مع أحد المشايخ على تويتر بعد 3 سنوات على إجرائها. أسبوع من دون هاتف ذكي، تجربة لمدون يمني تعيد اكتشاف حياته وشخصيته. سؤالنا في تصويت اليوم مبني على تجربة المدون الذي عاش أسبوعا من دون هاتفه. السؤال هو: كم المدة التي تستطيع فيها الابتعاد عن الموبايل وتطبيقات التواصل؟ وعرضنا 4 خيارات عليكم: الخيار الأول 1 يوم، الخيار الثاني 2 أسابيع، الخيار الثالث 2 أسابيع، الخيار الرابع لا أستطيع نهائياً. أيام من دون هاتف ذكي، تخلى خلالها المدون اليمني عز الدين عارف عن متابعة ما يحدث في العالم الافتراضي. عارف قرر خوض هذه التجربة بعد أن اكتشف عدد الساعات الطويلة التي يقضيها في استخدام هاتفه، وبعد انتهاء الأسبوع نشر فيديو على قناته في يوتيوب يشرح فيه تفاصيل تجربته. تحدي لنفسي ان انا اجلس اسبوع كامل بدون تلفون، عشت اسبوع كامل بتلفون مثل هذا بس عشان الاتصالات. الايام تمر ببطء شديد، انتظر في محطة الباص وانا مش عارف متى الباص حيجيب، كم باقي له، يمكن عادوا مشي الان قبل شوية. الحين انا في مطعم هندي وللاسف ما اقدرش اعمل سناب شات ولا اصور اي حاجة، ام سمبوسة كمان ما فيش بين تلفون. وللحديث أكثر عن تجربة العيش من دون موبايل ينضم إلينا من إسطنبول المدون اليمني عز الدين عارف. أرحب فيك يا عز الدين، وشكلها كانت التجربة جدا صعبة. أكيد والله، أولا شكرا على الاستضافة وأهلا فيك سيدة سارة. عز الدين، يعني التجربة أنت وثقتها في فيديو من 5 دقائق بس، هو أسبوع عد عليك يعني بكل تفاصيله. إيش أصعب شيء كان في هذه التجربة؟ أصعب شيء في هذه التجربة كان أني كان أول أيام أصعب أيام طبعا، لأنه اليوم الأول هو اليوم اللي أنت تواجه نفسك تقول لها لا، هذا التلفون اللي أقضي فيه ساعات، زي ما شرحت في الفيديو 11 ساعة يوميا في التلفون كانت كارثة أعتقد. فاليوم الأول دخلت في حالة اكتئاب وقررت أني ألغي التحدي وخلاص ما في داعي، لما صديقي صادق قال لي لا لازم تكمل، you can do it، فاستمريت. وكان أول أيام كانت أيام صعبة الصراحة. طيب بس إيش مثلا اكتشفت أنه مثلا دخولك على الإنترنت ولا مواقع التواصل، إيش تحديدا اللي كان يعني أسوأ شيء؟ التحدي أنا حرصت أني أخليه قوي عشان أتخلص من إدمان بشكل عام، وهو فقط ليس إدمان التلفون بل إدمان التلفون وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي. حضرت على نفسي التلفون، قمت بإطفاء التلفون زي ما شفته في الفيديو، واستعملت هاتف صغير فقط من أجل الاتصالات لأنها شيء أساسي في الحياة، وحضرت على نفسي الدخول حتى من اللابتوب إلى الفيسبوك أو تويتر أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. هذا في البداية كان صعب، أني شعرت أني منفصل عن العالم، لكن أعاد إلي بسلام داخلي وراحة نفسية عجيبة. أوه جميل. طيب خلص الأسبوع، هل رجعت برضو 11 ساعة وأكثر على التليفون ولا تغيرت؟ والله زي ما قلت في البداية كان صعب، لما وصلت للأخير انتقلت إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة أني نوعا ما كرهت التلفون، كرهت وسائل التواصل الاجتماعي لأني جربت الحياة بدونها، فما حبيت أني أعود لهذه الحياة بنفس الشكل اللي كنت فيه. عندما عدت أكيد تغير نظرتي للتلفون، أصبحت مش مرتبط بالتلفون زي ما كنت مرتبط من قبل، لأنه من قبل في شعور أنه أنا مستحيل أترك هذا التلفون، لكن بعد التجربة بعد ما تكون أثبت لنفسك أنك تقدر تترك التلفون ما تكون مرتبط بتلفونك بذلك القدر.
نعم، اللي حابين طبعا أكثر يشوفوا التجربة ممكن يشوفوها على قناتك في يوتيوب، قناة المدون اليمني عز الدين عارف اللي انضم إلينا من اسطنبول. شكرا لك يا عز. رد عدد من رواد التواصل الاجتماعي من أهالي غزة على فيديو وهاشتاج أطلقته حركة حماس باسم شكرا حماس، والذي أظهر غزة على حد قول معترضي الفيديو وكأنها مدينة أوروبية، غافلا عن معاناة سكان القطاع بسبب الحالة الاقتصادية المتردية جراء الحصار والحروب التي مروا بها. لم يرد سكان غزة على وسم شكرا حماس، بل تركوا الأمر لمعاناتهم وهم قد عاشوا الحرب مع إسرائيل وشهدوا الاقتتال بين فتح وحماس بعد انتخابات 2006، ومنذ إذن وهم يرون واقعا يفسره أنصار حماس بالجنة كما يظهر هذا الفيديو. إنجازات حماس لو هتقف على جد مينا وشارع الكورنيش وشوية متاحف نصورها على وضع البلد لا يذكر، سجن كبير. فيش إلا الفلسطيني بالذات الغزاوي هو اللي بيتمنى أنه يطلع برا بلده. سكان من غزة يصفون الوضع الاقتصادي بالسيء في القطاع، والذي زادت من حدته الأوضاع السياسية والأمنية التي أثرت على معبر رفح. يعني أنا حين أبحكي معاك أقسم بالله العظيم نفسي أبكي. شكرا حماس وكيف صارت غزة، واسمان على النقيض، أحدهم أظهر غزة كمدينة أوروبية كما علق أحد سكانها، والآخر أبقى على صوت المواطن كما يرى منتجوه. محمد جمال، العربية. تفاعل واسع مع أمر العاهل السعودي الملك سلمان بصرف راتب شهر للمشاركين الفعليين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من منسوبي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم. وسرعان ما قام مغردون بإطلاق هاشتاج راتب شهر للمرابطين في الحد، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا. نستعرض بعض التغريدات من الهاشتاج. مشاهدينا فاصل ونكمل حلقتنا. الفيديو الأكثر تداولاً هذه الأيام هو مقطع من مقابلة تلفزيونية يرد فيها الممثل السعودي عبد الرحمن الخطيب على الشيخ محمد عبد الله الهبدان بعد أن سأله الأخير من أنت؟ ورغم أن المقابلة عرضت على قناة الدانا قبل 3 سنوات، إلا أنها انتشرت وبشكل واسع هذه الأيام على الواتساب وتويتر. كثير من المغردين اعتبروا رد الفنان عبد الرحمن الخطيب على الشيخ الهبدان مفحماً. نتابع جزءاً من المقابلة. من أنت؟ من أنا؟ أنا اللي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، لم يحددها لفلان أو فلان أو خريج الجامعة الفلانية أو قرجة، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك قدامي كتب العلماء وقدام الدين وقدام القرآن والسنة. يعني أنا كطبيب. كثيرون شاركوا في الجدل والتعليق على المواجهة بين الفنان عبد الرحمن الخطيب والشيخ محمد الهبدان. سؤال الشيخ الهبدان للخطيب من أنت أثار حفيظة الكثيرين واعتبروه استنقاصا من الخطيب. فكتب الدكتور موافق الرويلي مطلق هاشتاج هلكوني، والذي يفضح فيها أصحاب الشهادات الوهمية، كتب تغريدة يهاجم فيها الشيخ الهبدان ويشكك في شهاداته العليا، واختتم تغريدته كالعادة بهاشتاج هلكوني.
ومن جهته التزم الشيخ محمد الهبدان الصمت ولم يعلق على موضوع المقابلة والمقاطع التي تمت إعادة تداولها، واكتفى خلال اليومين الماضيين بإعادة تغريد الكثير من التغريدات في هاشتاج لماذا العلماء، والذي يركز على فضل العلماء، ومن بعض التغريدات أن حديث العلماء ورثة الأنبياء يدل على وجوب احترامهم وتوقيرهم. كما قال صالح في تغريدته إنه إذا تخلصت من الحارس فتستطيع العبث بالمنزل، العلماء هم حراس الدين. ومعنا من الرياض الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب، بنرحب فيك طبعا معنا. هل تفاجأت من انتشار المقاطع والمقابلة من جديد؟ نعم. السلام عليكم، شكرا للإم بي سي، شكرا للمشاهدين. وأنا تفاجأت، لم أعلم بنزول المشهد إلا من أحد الأقارب اتصل بي، وهذا المشهد قبل حوالي 3 أو 4 سنوات في قناة الدانة، وكنت مع فضيلة الشيخ الهبدان وكان لقاء جميل جدا، ولا أعلم كيف قال من أنت فخرج مني ما خرج من رد على الشيخ. أنت شعرت أنه هو استنقص منك لما قال لك من أنت؟ والله لحظتها لم أكن أعلم، هو يعني إن شاء الله أنها ما تكون انتقاص، ربما يكون يسأل يعني أنت من، هل تمثل العلماء، هل تمثل هذا، ولكن أنا أخذتها أنه يعني أنا لا تعرف تاريخي يا شيخ، لا تعرف هل أنا مدرس، هل أنا هذا، يعني نظروا إلي كفنان فقط. ولكن نحن نحترم علماءنا، نحترم ولا مانع أن نختلف معهم. بس إيش المشكلة لو نظروا لك كفنان فقط؟ المشكلة مو عندي، المشكلة عندهم هم. أنا ليس لدي مشكلة، أنا فنان، ليست فنان في الخفاء، أنا في التلفزيون أطلع عندكم وفي التلفزيون السعودي والكل يشاهدني. نعم، فما أنا ما عندي أي مشكلة، لكن ولا أتكلم عن الشيخ الهبدان، أتكلم بصفة عامة بعض الذين تفاعلوا. بس هي عشان نكون صريحين كمان أستاذي، يعني الناس كأنها تفاجأت أنه في فنان مثقف وتحديدا عنده ثقافة دينية، يزعجك هذا الشيء؟ يعني الناس مصدومة كأنها. هل سمعتني أستاذي؟ أنا أي سمعت، لا الأخير ما سمعت، بس هل أنا لماذا اصطدموا أنه أنا فنان وأحمل شيء من الثقافة؟ طبعا ربما لا يعرفون تاريخي، أنا مدرس، أنا خريج معهد المعلمين في جدة وأكثر من 55 سنة، ووالدي رحمه الله هو مدير مدرسة وإمام ومرشد اللواء الأول في الحرس الوطني، ثم نائب مدير عام مدارس تحفيظ القرآن، وهذا كله لا يهم، يعني هناك علماء أجلاء نفتخر بهم، وهؤلاء العلماء يفتحون صدورهم للنقاش، يفتحون صدورهم للحوار، يفتحون صدورهم للأسئلة، ولكن في نفس الوقت يجب أنه يعني أن لا يعني بعض المشايخ أن لا يتعصب لاجتهاد اقتنع به. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأنزلت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي، فلا تحريم إلا ما حرمه الله، ولا تحليل إلا ما أحله الله. هذه طبعا في النواحي التعبدية، النواحي الدين المعاملة، باب العبادات وباب المعاملات، باب المعاملات هو الذي يدرسه الناس، نعم، هو الذي يتوجهون فيه، لازم يكون عنده ماجستير، يكون عنده كذا كذا. أما الله سبحانه وتعالى فرض علي العبادة، سواء كنت سباكا أو نجارا أو شحاذا أو هذا، فلا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يصعب هذا الدين على من خلقهم من أجل الدين. نعم، فأنت يعني مقتنع أنه كل إنسان على دراية يعني بدينه، بس كمان في نفس الوقت البعض شافوا هذا الشيء تعدي على خصوصية العلماء وأنه هم اللي بيعرفوا في الدين أكثر، وبعض الناس كمان في نفس الوقت تعتبر لا بطل لأنك أنت انتصرت لفكرة أنه الإنسان يعني هو كمان يقدر يفكر ويستفتي قلبه. أنا لو شاهدت الشريط رجعتيه من بدايته
ستجدين أنه قلت استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعندنا كتب العلماء، أنا قلتها وقلت عندنا الكتاب والسنة، لكن كتب العلماء إذا صار فيها أكثر من اجتهاد فلا تستطيع أن تفرض علي اجتهاد معين. أنا لست ضد العلم ولا ضد العلماء، العلماء هم الذين حفظوا لنا هذا الدين، ولكن العلماء الكبار عندما تسأل عن مسألة فقهية يقول لك قال فريق كذا وقال فريق كذا وقال فريق كذا، وهذا الذي أراه. أما أن تأتي لتفرض علي نواحي اجتهادية ليست ذات دليل، يعني ما فيها دليل اللي يسمونه دليل قطعي، هناك فرق بين الدليل القطعي والدليل الظني. من حقي أنا أشوف، من حقي أقرأ، من حقي أتثقف، من حقي هذا، ومن حقي أخطئ، ومن حقك ترشدني. جميل، ونحن لكن لا تتعصب لرأي. جميل، وعلى هذه النقطة نحن بنشكرك على وجودك معنا ونوضحت يعني وجهة نظرك كمان في هذا الموضوع وحقيقة المقطع. كان معنا من الرياض الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب، شكرا لك. رد سفير السعودية لدى العراق ثامر السبهان على تعليقات رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي الذي هاجم السعودية ودعا إلى وضع وصاية دولية عليها. وقال السبهان في تغريدته: ماذا يتوقع من حارب العراق ووقف مع إيران وخلال فترة حكمه خسر العراق 70% من أراضيه لحلفائه الدواعش؟ صادقت العرب، رمتني بدائها وانسلت. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على 4 سعوديين بالسجن 27 عاما، وذلك لالتحاقهم بجبهة النصرة المتطرفة والقتال في سوريا وإنشاء عدد من الحسابات في موقع تويتر والإساءة للدولة ورجال الأمن، إضافة إلى تعاطيهم مادة الحشيش المخدر. مشاهدينا إلى بعض الأخبار السريعة والمتفرقة، نبدأها بهذا الخبر من الخليل في الضفة الغربية، حيث قبضت الشرطة على 3 أشخاص كانوا يستغلون موقع فيسبوك في ابتزاز الفتيات. الناطق باسم الشرطة أكد اعتراف المقبوض عليهم، مشيرا إلى ضبطهم أو ضبط جهاز حاسوب محمول وهاتفين محمولين يحتويان على ملفات وصور ل14 سيدة تعرضن للابتزاز. ورغم صعوبة الحياة في بلادها إلا أن العداء الصومالية مريان نوح ذات 19 عاما دخلت الأولمبياد بحجابها، ورغم أنها كانت الأخيرة في سباق 400 متر إلا أن كثيرين اعتبروها مصدرا للإلهام، وكان هناك احتفاء كبير بقصتها بين مرتادي مواقع التواصل. وفي رسالة طريفة تركت أم رسالة لأولادها تطلب فيها منهم تنظيف المطبخ وإرسال صورة بعد الانتهاء من تنظيفه، كل هذا مقابل أن تعطيهم كلمة المرور للواي فاي. وصلنا الآن إلى وقت إعلان نتائج تصويت اليوم اللي وضعناها على حساب البرنامج على تويتر، وكان سؤالنا بيقول: كم المدة التي تستطيع الابتعاد عن الموبايل وتطبيقات التواصل؟ 32% قالوا يوم واحد، 10% أسبوع، 15% أكثر من أسبوع، 43% قالوا إنهم لا يستطيعوا نهائيا التخلي عن الهاتف الجوال. أنا من 43. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أعود وألقاكم غدا في أمان الله.